السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي وطالباتي الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم جميعا. قبل أن نبدأ في الدرس ننوه أنه قد تم عمل قناة يوتيوب لمتابعة جميع الفيديوهات بجودة أفضل، وسيتم أيضا نشر الفيديوهات على صفحة الفيسبوك. نبدأ في الدرس. في الحصة السابقة تكلمنا عن نباتات معرات البذور، وعرفنا أنها نباتات تشمل الصنوبريات والسرو، أي أنها نباتات لا تكون أزهارا ولا تكون ثمارا، تكون مخاريط. هذه المخاريط قد تكون مخاريط ذكرية ومخاريط أنثوية. بينا خصائص الأشجار حيث أنها أشجار ضخمة قد يصل ارتفاع 20 متر، أضخم أشجار العالم هي شجر السيكوايا، أيضا من نباتات معرات البذور. بينا خصائصها وفوائدها للبيئة والإنسان. اليوم حنتكلم عن الجزء الثاني من النباتات، اللي هو النباتات مغطاة البذور، اللي نقدر نسميها بين قوسين نباتات زهرية. النباتات الزهرية أي أنها تنتج أزهارا وينتج عن أزهارها ثمار تكون البذور في داخلها. حتى نبدأ مع هذا الدرس نبدأ في نشاط واحد، هو نشاط 5 زيتي من خير بلادي. يكثر في فلسطين نباتات تشتهر بإنتاج الزيت ولها منافع عديدة. تأمل الصور الآتية ثم أجمع الأسئلة التي تليها. عندنا هنا 4 صور لنباتات مشهورة بإنتاج الزيت، بعضها يزرع في فلسطين وبعضها لا يزرع في فلسطين. عندنا النبات الأول هو السمسم، الثاني الزيتون، 3 الذرة الصفراء، 4 النخيل. والنخيل المقصود فيه ليس النخيل شجر النخيل المعروف عندنا، ولكن هو شجر نخيل يتم زراعته خصيصا لأجل الحصول على زيته. السمسم طبعا كان في الماضي يزرع بكثرة في بلادنا، ولكن أصبحت زراعته شحيحة. الزيتون ما زال هو المحصول أو النبات الأكثر شيوعا في فلسطين. السؤال الأول، أي جزء من النبات الذي تستخلص منه هذه الزيوت؟ مع بعضنا هنعرف إن هنستخدم أو الجزء المستخلص منه الزيت هو البذور والثمار، البذور والثمار. سؤال 2، ما عدد فلقات كل فلقات بذور كل من الزيتون والنخيل والسمسم والذرة؟ طبعا احنا بنعرف ان البذرة لها فلقات، قد تكون فلقتين، تتكون فلقتين بنسميها فلقات جنينية، او قد تكون تتكون من فلقة واحدة. فلو طلعنا مثلا على النخيل سنجد ان البذرة تتكون من فلقة واحدة الا يمكن فتحها الا عن طريق كسر. الزيتون إذا فتحنا البذرة سنجد أنها تتكون من فلقتين، السمسم كذلك، ولكن الذرة من فلقة واحدة. إذا نعيد أخرى مرة، الزيتون والنخيل يتكون كلاهما من الزيتون والسمسم يتكون من فلقتين، أما النخيل والذرة تكون البذرة من فلقة واحدة. سؤال 3، ما الأساس الذي اعتمدت عليه في تصنيفك هذه البذور؟ اعتمدنا على عدد الفلقات، على عدد الفلقات الموجودة في البذرة. فالبذرة تتكون من فلقتين سميناها ذوات فلقتين، البذرة تتكون من فلقة واحدة سميناها ذوات الفلقة الواحدة، وحنتكلم لاحقا عن المقصود في ذوات الفلقة وذوات الفلقتين. سؤال 4، اذكر بعض من استخدامات زيت الزيتون وزيت السمسم. طيب احنا بنعرف ان الزيتون هو شجرة مباركة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال كلوا وادهنوا منه فإنه من شجرة مباركة. وزيت الزيتون يا جماعة إلى فوائد كثيرة جدا لا نستطيع أن نحصيها. أول شيء نعتبره هو يعتبر هو أفضل أنواع الزيوت النباتية على الإطلاق، أو حتى جميع الزيوت على جميع مستوى الزيوت. هو يستخدم زيت الزيتون كغذاء ويستخدم كعلاج، سواء مفيد لأمراض القلب والشرايين، مفيد للكوليسترول، للبشرة والجلد، إذا له استخدامات كثيرة. زيت السمسم له أيضا استخدامات، وإن كانت أكثر استخداماته تستخدم لعلاج شايفين الحروق والتقرحات. يعني الدواء المستخدم للحرق هو دواء إيش؟
احد مكوناته زيت السمسم اللي احنا بالعاميه بنسميه السيرج. والتقرحات اللي بتحصل في الجسم، طبعا بنقصد في التقرحات هنا هي التقرحات اللي تنتج من طول مكثر شخص وهو نائم على ظهره، خاصة الأشخاص المصابين بالشلل اللي دائما بيكون أجسامهم ملاصقة للتخت، مفيش تقليب، مفيش تحتيه فرشة هواء، بالتالي هو عرضة للإصابة بالتقرحات. فبالتالي بنستخدم هذا الدواء الذي يحتوي على مكونات، من أحد مكوناته زيت السمسم. خمسة، السؤال الخامس، ماذا يطلق على بقايا الزيتون والسمسم بعد استخلاص الزيت منها؟ وما استخدامات هذه البقايا؟ احنا بنعرف ان الزيتون اكيد كلياتنا شفنا ان الزيتون عند قطفه نذهب به الى الفرازه، وهناك يتم درس الزيتون، نحصل على الزيت من جهه، ويبقى الماده او بقايا الزيت اللي احنا بنسميها بين قوسين الجفت. والجفت طبعا يستخدم في فلسطين كمصدر للتدفئه، كمصدر للتدفئه. اما السمسم عند طحنه، بعد ما نحصل على زيت السمسم ونحصل على طحينية منه، نقوم تبقى منه مادة بنية نسميها بالعامية الكسبة، وهي تستخدم للغذاء. نستنتج هذا النشاط ما يلي: ان البذور قد تكون من فلقة واحدة او من فلقتين، وهو الاساس المستخدم في تصنيف النباتات المغطاة، مغطاة البذور. نستنتج أمر آخر، أن الزيوت تستخلص من ثمار وبذور النباتات، من ثمار وبذور النباتات، ولها استخدامات قد تكون عفوا طبية أو استخدامات علاجية. نيجي مع بعض نشوف هنا تصنيف النباتات مغطاة البذور. الأساس الذي اعتمد عليه زي ما انتم شايفين هنا عندنا اللي هو عدد فلقات بذورها، فقسمت إلى نباتات ذوات فلقة ونباتات ذوات فلقتين. يستخلص من ثمارها وبذورها زيوت متنوعة، لها استخدامات عديدة بالإضافة إلى كونها مواد غذائية. طبعا هذا إيش الإشي، الفقرة هاي مهمة، بتفرجينا تصنيف النباتات مغطاة البذور والأساس الذي اعتمد عليها. نيجي على شرط ستة اللي هو أعرف نبات بلادي، أو أعرف نبات بلادي معراة أم مغطى. بعض النشاط الأصلي نعمل في المختبر إن نجيب ثمار، تفاح، خوخ، ليمون، برتقال أو أي أنواع أخرى من الثمار، ومخاريط مثل الصنوبر والسر والكينة. الكينة يا جماعة بنعيد ونكرر، هي نبات ليست معراة البذور، بل هي مغطاة البذور، لها أزهار، لها أزهار، حطينا عليها خط أحمر حتى يتم إيش حذفها، ومعرفة أنها كلمة خاطئة ومعلومة خاطئة هنا. نحتاج سكين. طبعا المطلوب كالتالي، ان اول شيء نجيب هاي الثمار، التفاح والخوخ والليمون والبرتقال، نقطعها من النصف ونلاحظ اين توجد البذور، ونفس الامر نجيب المخاليط ونقطعها بالسكين. ولكن يا جماعه قطع المخاليط بالسكين صعب جدا، لان نحكي عن مخاليط خشبيه، فقطعها بالسكين صعب جدا. خلينا نشوف عندنا هنا في الصور، في عندنا زي ما انتم شايفين التفاح والخوخ. لاحظ ان عند قطع التفاحة الثمرة من الوسط، هلاحظ ان البذور تقع في المنتصف، يحيط بها اللوب او فيما يسموه اللحمة او المنطقة اللحمية اللي هي تحيط، اللي احنا بنتغذى عليها، تحيط بالبذور. نفس الشيء لاحظ عندنا الخوخ، اذا بنلاحظ في الخوخ عندنا بذرة واحدة، في التفاح عندنا عدد من البذور. هاي عندنا مخروط الصنوبر عند قطعه، طبعا هو خشب فبالتالي بدنا منشار لقطعه. لاحظ عندنا هنا توجد ورقه في المنطقه هان، في الابط الحراشف، ابط الحراشف المكونه للمخاريط. هاي هنا عندنا صوره بتبين حتى عندنا بعض البذور كيف تم قطعها، وهي موجوده في الابط. اذا بنلاحظ، حنلاحظ اذا بتلاحظوا ان عدد البذور في المخاريط هو اكثر من عدد البذور في الثمار. نشوف هسه عندنا نكمل في الدرس. السؤال الأول: ما سبب تسمية النباتات مغطاة البذور ومعراة البذور بهذا الاسم؟ لو جينا طلعنا عندنا هان مغطاة البذور، سبب التسمية أن البذور توجد داخل ثمرة مغطاة، أما معراة البذور فتوجد في إبط
كل حرشفة من حراشف المخروط الأنثوي، فبالتالي عند هي غير مغطاة، أول ما تفتح المخاريط عند النضج تتساقط البذور منها. العلم طبعا بس معلومة إن البذور الصنوبر لها زي جناح يساعدها على الطيران لمسافات أبعد من أجل انتشارها. السؤال الثاني، أذكر أمثلة أخرى لكل نوع غاية التي أحضرتها. أنواع أخرى على مغطاة البذور عندنا الرمان، العنب، الموز، الفول، كل هاي النباتات طبعا هي نباتات مغطاة البذور. معرات البذور عندنا الكازورينا وهو أنواع من المخاريط، عندنا صنوبر كناري طبعا هو أيضا من الصنوبرية، عندنا صنوبر المثمر اللي احنا بنستخدم حبة في الطعام بالإضافة للسرو وأنواع أخرى من السرو. سؤال إيش دال، أين توجد أو عفوا قارن بين الثمار والمخاليط من حيث عدد البذور. في العادة عدد البذور في الثمار أقل بكثير من عددها في المخاليط. لو جبنا مخلوط وفتحنا أخذنا البذور منها حلاحظنا عدد البذور كثير جدا أكثر من الثمار، اللي في بعض الأحيان الثمار قد تكون بذرة واحدة. في بعض الحالات مثل على سبيل المثال الرمان عدد البذور هائل جدا. دال، أين توجد البذور في كل من التفاح والبرتقال والخوخ، وما الذي يغطيها وما اسمها؟ طبعا البذور في العادة في التفاح والخوخ والبرتقال توجد داخل الثمرة. في التفاح والخوخ إيش تكون في الداخل ومغطاة باللب، أما في البرتقال توجد داخل الثمرة بالعامية بنسميها حزوز أو الحص. ها، أين توجد البذور في كل من الصنوبر والسرو، وهل هي مغطاة أم معرة؟ طبعا نعيد ونكرر أخرى مرة أن البذور توجد في الصنوبر والسرو في إبط كل حرشفة من حراشف المخروط الأنثوي، وبالتالي معرات البذور. ولاحظ ذكرنا مخروط أنثوي لأن الصنوبر أو معرات البذور تمتلك مخاريط ذكرية وأنثوية. الذكرية تسقط بعد التلقيح وتبقى المخاليط الأنثوية. ما وظيفة البذور؟ أكيد البذور لها وظيفة مهمة جدا، فهي الأساس في التكاثر ولها دور مهم في حفظ الجيل. نزرعها وبتنمو تعطينا نبات جديد. بالتالي نشوف عندنا هنا في هذا النشاط أعطانا بشكل مختصر الفرق بين بين معرات البذور ومغطاة البذور. معرات البذور تمتلك مخاريط، مغطاة البذور تمتلك ثمار، عدد البذور تقع في داخل الثمار في مغطاة البذور، أما في معرات البذور توجد في إبط كل حرشفة من حراشف المخروط الأنثوي، عدد البذور يختلف في الغالب في معرات البذور أكثر من مغطاة البذور. فهذا النشاط بينا ان في عندنا نباتات معرات البذور ومغطاة البذور، وشرح في هذه الفقرة اللي هو اوجز لنا ما ذكر في النشاط. طبعا التحتيه الخط هذا ايش الامور المهمة جدا في الفقرة. مغطاة البذور يا جماعة يا طلابي الاعزاء تقسم الى قسمين، ذوات الفلقة وذوات الفلقتين. عشان نفهم شو المقصود بذوات الفلقة والفلقتين وإن كنا قد ذكرناهما في نشاط سابق، نبدأ في النشاط 7 حتى نحدد ما المقصود بهما. نشاط 7، أعرف نبات بلادي، فلقة أم فلقتان. طبعا النشاط بطلب منا إحضار عينات من النباتات، خروب، بلوط، عنب، تين، سيقان من القمح، الشعير والذرة والفول وأوراق من النخيل، عدسة مكبرة، حتى نقارن بين هاي النباتات وندرس بعض الصفات وخصائصها. طبعا احنا صعب نجيب كل هالامور، ولكن هسه في الجدوى حنبدا نشرح المقصود. في عنا السؤال الاول بكنا صنف النباتات السابقة الى نباتات معرات معمرة ونباتات حولية. طبعا احنا عنا اكيد مر معكم في الصفوف السابقة وخاصة في الصف السابع ان النباتات قد تكون معمرة وقد تكون نباتات حولية. كلمة نباتات معمرة أي أنها تعيش أكثر من سنة، تعيش أكثر من سنة، مثل البلوط والعنب والتين وما إلى ذلك. أما النباتات الحولية فهي النباتات التي قد تعيش لسنة أو أقل، لسنة أو أقل يعني فصل. نيجي نشوف عندنا الخروب،
والبلوط والعنب والتين والنخيل هي نباتات معمرة، نباتات معمرة. أما القمح والشعير والذرة والفول فهي نباتات حولية. نصنف هذه النباتات حسب عدد فلقات فيها. طيب، أول شيء إحنا عندنا إذا جينا نراجع مع بعض: الخروب، البلوط، العنب، التين، الفول، كلها نباتات ذوات فلقتين. هسه هنشرح لكم شو السبب. أما القمح والشعير والذرة والنخيل هي نباتات ذوات فلقة واحدة. هذا الجدول مهم جدا يا جماعة وطلاب الأعزاء، وفي بعض الأمور والملاحظات هنحكيها فيه. أول شيء عندنا الجدول بيقارننا بين ذوات الفلقة وذوات الفلقتين، بيعطينا الخاصية أو وجه المقارنة. فنبدأ بالبذور. البذور في ذوات الفلقة يا أحبابي هي إيش؟ فلقة واحد، تكون من فلقة واحدة. أما في ذوات الفلقتين فتتكون من فلقتين. طيب نيجي نشوف هسه عندنا البادرة. والمقصود بالبادرة هي أول ما ينمو من البذرة فوق سطح التربة. فبالتالي في ذوات الفلقة إذا طلع على القمح أول ما تطلع ورقة واحدة، النخيل ورقة واحدة، الذرة ورقة واحدة. أما ذوات الفلقتين طلع على البزر، بزر دوار الشمس، القثائيات، الخيار، القرع، الفكوس، تنمو ورقتين، تنمو ورقتين. إذا ذوات الفلقة ورقة واحدة، ذوات الفلقتين ورقتين، والبادرة هي تعريفها هي أول ما ينمو بذرة فوق سطح التربة. طول الورقة، أكيد في ذوات الفلقة الأوراق شو مالها؟ طويلة جدا، طويلة ورفيعة. أما في ذوات الفلقتين فتكون الأوراق شو مالها؟ عريضة، تكون الأوراق عريضة. التعرق في الورقة، في ذوات الفلقة العروق تكون متوازية، اللي هي العروق اللي في الورقة، الخطوط مش متقاطعة، سواء قد تكون زي القمح العروق طولية بشكل طولي متوازية، والنخيل قد تكون في الموز متوازي ولكن بشكل عرضي بس فيش تقاطع. نشوف عندنا التعرق في ذوات الفلقتين بتكون شبكية زي ورق التين والعنب، لاحظ ان التعرقات بتكون على شكل شبكة وفيها تقاطعات. المحيطات الزهرية، والمقصود بالمحيطات الزهرية اللي هي البتلات والسبلات، البتلات والسبلات بالدرجة الأولى. المحيطات البتلات طبعا اللي هي الأوراق الملونة الموجودة في الزهرة. السبلات الأوراق الخضراء اللي تشكل الكأس تحت الزهرة. ففي ذوات الفلقة عدد المحيطات الزهرية 3 ومضاعفاتها، أو مضاعفاتها 3 6 9 15 12. في ذوات الفلقتين 4 ومضاعفاتها 4 8 12 16. هسه في ملاحظة قلنا لكم هنحكيها اللي هي قطر الساق. نعيد ونكرر، لا يوجد فرق بين بين ذوات الفلقة وذوات الفلقتين في قطر الساق. الفرق هنا في الساق له علاقة بتوزيع الأوعية الناقلة في داخل الساق، وهذا مش موضوعنا نطرق إليه. للأسف البعض بيقول إن في ذوات الفلقة تكون الساق بنفس القطر، وهذا كلام خاطئ، لأن لو طلعنا على شجر النخيل هنلاحظ في الأسفل قطرها أكبر من الأعلى. لو جينا طلعنا مثلا على القمح هنلاحظ أن الساق فاضية في الداخل. نطلع على النباتات ذوات فلقتين الساق غير منتظمة، فبالتالي هذا البند خاطئ وغير دقيق. في هذا النشاط ببين لنا كالتالي: أن عروق الأوراق أو التعرق في الأوراق في ذوات الفلقة الواحدة يكون بشكل متوازي مثل القمح والشعير والذرة، وفي ذوات الفلقتين يكون متشابك مثل أوراق الفول والخروب والعدس. نيجي هسه نشوف مراجعة سريعة لما تم شرحه، ونبدأ مع بعض مراجعة درس مملكة النباتية، النباتات البذية مغطاة البذور. طبعا هاي صورة لنبات أو شجر بري ينمو في فلسطين يسمى بالعامية القيقب أو القطلب، والبعض يسميه قاتل أبي، وهو نبات ثماره لذيذة وصالحة للأكل.
النباتات البذرية أو مغطاة البذور خصائصها العامة أو خاصية أنها تكون أزهر لأنها نباتات زهرية. 2 تمتلك بذور توجد داخل ثمرة. 3 تقسم لقسمين ذوات فلقة وذوات فلقتين. شوف وجه المقارنة بين ذوات الفلقة والفلقتين، وهذا الجدول مهم جدا إن نحفظه ونقدر نميز فيه. ذوات الفلقة البذور فيها فلقة واحدة تتكون، أما في ذوات الفلقتين تتكون من فلقتين. البادرة في ذوات الفلقة تتكون من ورقة واحدة، البادرة في ذوات الفلقتين تتكون من ورقتين. طول الورقة في ذوات الفلقة هي طويلة، أما ذوات الفلقتين عريضة. التعرق في الورقة في ذوات الفلقة متوازي، هاي العروق متوازية، أما في ذوات الفلقتين شبكية. المحيطات الزهرية في ذوات الفلقة 3 ومضاعفاتها، أما في ذوات الفلقتين 4 ومضاعفاتها. مثال: قمح، شعير، ذرة، نخيل، موز على ذوات الفلقة، عنب، تين، فول، عدس على ذوات الفلقتين. طبعا إن أمكن إن شاء الله لازم حنحاول نعمل حصة عملية، فيديو تصوير للتمييز بين النباتات بشكل عام، اللي هي خلينا نقول معرات البذور، مغطاة البذور، النباتات السرخسية، اللابذرية، النباتات اللاوعية. ولكن شوي بدنا نحاول نحدد يوم إن شاء الله، حنتأخر جزء تأخر فيه شوي حتى نفرجيكم هذا الفيديو. وكما عودناكم في آخر الحصة لازم يكون عندنا إيش؟ جدول تصنيف النباتات. النباتات تقسم لقسمين: نباتات لا وعائية ونباتات وعائية. لا وعائية كنا مثل الفيناريا والحزازيات. النباتات الوعائية تقسم لقسمين: نباتات لا بذرية وبذرية. النباتات اللابذرية مثل كزبرة البئر والخنشار والسرخسيات. النباتات البذرية تقسم لقسمين: معرات البذور ومغطاة البذور. معرات البذور تشمل الصنوبريات والأشجار التي تمتلك مخاريط والسرو. مغطاة البذور تشمل أو تقسم لقسمين: ذوات الفلقة وذوات الفلقتين. وإحنا هيك بنكون خلصنا الدرس. نتأمل أن يكون هذا الدرس قد نال إعجابكم وقد استفدتم منه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.